بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الاستغفار وحلاوة الإيمان وفهم الرزق. أين رزقي؟ هذا جمال. يعني ماذا يفعل الاستغفار بك؟ يعني ماذا يفعل الله بك بالاستغفار؟ يخرجك من دائرة الحسد والكره والبغض إلى دائرة التوكل على الله ولزوم الاستغفار وفهم أن رزقك عند الله، وأن رزقك من حيث لا تحتسب وليس شطارة، وأن الله جل في علاه قد كتب لك رزقك وأنت في بطن أمك، فلا تحسد أحد. سبحان الله، يعني تنظر في بعض الأحيان أن يعني لربما تاجر أو صاحب بقالة أو من أراد أن يعني يخوض في الانتخابات ولم ينجح تراه ساخط على أقاربه، لكن الله جل في علاه بالاستغفار سيبين له أن رزقه عند الله ليس عند أقاربه. فلما هذا السخط ولما هذا البغض والكره والحسد؟ نعم، فلماذا هذا البغض؟ نعم، هذا الشيطان يلعب فيك، لكن إن أراد الله لك بهذا الاستغفار في أن يحقق له لك وعده جل في علاه بالاستغفار، وأن يحرر لك رزقك المحبوس بسبب ذنوبك وبسبب عدم فهمك أن الرزق عند الله. الله في بعض الأحيان تظن رزقك عند الناس، جيرانك، لماذا لا يشتروا من عندي؟ لماذا لا يعاملوني؟ لماذا؟ وهكذا أنت مخاصم للجميع وصاخط عليهم، لماذا لم يصوتوا لي؟ لماذا لم يشتروا من عندي؟ وهكذا أنت بهذا الحال مخاصم، حاقد، حاسد. الله يريد أن يبين لك بعد أن منعك لكثرة ذنوبك إنها ذنوبك التي حالت بينك وبين رزقك، وأن رزقك سيأتيك من حيث لا تحتسب، ليس من هذه البقالة التي تفتحها، نعم، ليس من الشغل يعني الذي تعمله، مع أنك أنت مأمور أن تذهب إلى العمل. يعني سبحان الله، عندما تلزم الاستغفار سيفتح الله عليك يا مسارب الرزق، سيفتح الله عليك إن تبت من ذنوبك وأقبلت على الله. فأراد الله جل في علاه أن يعرفك أنه هو الرزاق، إن رزقك محبوس بسبب ذنوبك، وقد كتب الله رزقك وأنت في بطن أمك، وأنت من حبسته بذنوبك، ولن يأخذ أحد منك أي شيء. فلذلك كن محب لمن حولك، كن مسامح، لا تكن حقود، لا تكن حسود. الذي كمان ألف مرة الذي حبس رزقك ذنوبك، مش جارك، مش ابن عمك اللي بيشتريش من عندك، الذي لا يشتري من عندك، الذي لا ينفعك، قدمت على شغلة فقبل شخص آخر عنك، مش هو اللي يرزق، الذي يرزق الله. وإذا بقيت في هذا المفهوم ستبقى فقير، والله مانعك، الله مانعك الرزق. إذا أراد الله بك خير عشان يفهمك ويبين لك أن الرزاق هو الله. وصلت الفكرة؟ أنك أنت بهذا الاستغفار وجمال الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وهذا ما حصل مع كل الذين رزقهم الله، أن الله رزقهم من حيث لا يحتسبوا، وأنا واحد منهم. نعم، وقضى الله عني ديني من حيث لم أحتسب. الجميل، سبحان الله، يريد الله أن يعلمنا، يريد الله أن نعيش يعني أعزاء كريم. لا تكون ذليل، لا تكون ذليل لرزقك، ذلك هذا سببه ذنوبك. عندما تنتهي من الذنوب، هذا الرزق كتبه الله لك، هو لك وليس لأحد غيرك، فسيحرره لك. فالله منعك عشان تعرف إن الله هو الذي يرزق، وليس ابن عمك ولا جارك ولا هاي، وتكون محب، وتكون من هذه الأمة التي قال عنها المولى عز وجل: كنتم من خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، لا تحسدوا، لا تباغضوا. فالمسلم ليس شد سباب ولا شتام ولا لعان ولا طعان، فعليك أن تعيش الهدوء. مع الاستغفار ستعيش الهدوء النفسي، ستعرف أن رزقك عند الله، ستعرف أن أمرك كله عند الله. بالاستغفار سيفتح الله عليك مسارب الرزق،
بالاستغفار ستعرف الله وستبدأ توجه أسئلتك إلى الله وتراقب ذنوبك التي تحول بينك وبين الأرزاق، وستكون مخلص محب لأهلك من حولك. وهذا هو، هذا هو جمال أنك أنت تعيش معنى الاستغفار، هذا هو معنى أنك أنت لا تشرك بالله. عندما يقول المولى عز وجل: يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي، لكنك تشرك وأنت لا تدري، تشرك بالليل والنهار تظن رزقك عندي، تتملق الناس للرزق، تنسب فضل الله عليك لنفسك لغير الله، تنسب فضل الله لغير الله. فأخي الكريم، يعني عليك لو تعرف ما معنى كلمة الاستغفار، والله ما تركتها. سبحان الله، ترشد الناس وتبين للناس الاستغفار، بقول لك أنا بستغفر وأنا أصلي على رسول وأنا أعمل حوقلة وما مع القرآن ولماذا لا؟ فسبحان الله، خلص يعني الله يريد، لأنه من أهم أشياء أنت عشان يستقيم أمرك ودينك لازم يكون رزقك مفهوم منين جاي، عشان لا تبقى حاسد ولا تبقى كاره ولا تبقى يعني لا تذهب إلى الحرام، لا تأخذ قروض الربوية، لا يعني تعرف أنه رزقك يعني الله كتبه، فلا فتكون محب للناس الذين من حولك، تكون إنسان طيب على خلق عالي، ليس حاسد ليس حاقد، زاهد فيما عند الناس، تكون أنت راضي. عندما تكون راضي أخي الكريم بالاستغفار، الله سيحرر لك كل هذا. الموضوع مش عنوان أوراد، الموضوع في هذا يزرع الحب بينك وبين الناس، هذا الاستغفار يجعلك عبد مخلص لله، عرفت الله جل في علا، عرفت أن الله الذي يرزق لا يسأل ابن عمي وليس لي أي درهم في جيب ابن عمي ولا بجيب أبي ولا بجيب أخي، لكن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني الله الذي يرزق الأب والابن، الله يرزقنا جميعا. فعلينا أن نعرف وين بنعرف، رايحين نعرف هذا الموضوع في الاستغفار، رايحين نعرف أن الله سيرزقنا مش من تجارتنا، مش من الأشياء اللي بنعرفها من حيث لا نحتسب. فهيك أنت مع استغفارك، مع لزومك الاستغفار، ستعرف الله، ستكون زاهد فيما عند الناس، ستكون محب لمن حولك، ستعرف أنه لن يقترب منك أحد ولا يأخذ منك أي شخص أي درهم، فالذي لك سيصلك ولن يعطله أحد إلا ذنبك، إلا ذنبك. فالذنوب تتعدد، منها شرك خفي، منها رياء، منها سب، شتم، غيبة، نميمة. نعم، هناك كان في تعليق لأحد الإخوة، سبحان الله، قال: سنين وأنا أستغفر لكني كنت مصر على ذنب، يعني بيحبه لهذا الذنب، ما تركه، بقى مستغفر دون نتيجة، يقول سنين. اليوم نزلت هذا البوست، ادخلوا على التليجرام، ادخلوا على الواتساب، ادخلوا على الفيسبوك، على المنتدى في اليوتيوب، ستروا الرسالة تبعت هذا الأخ، اليوم نزلته. وعندما ترك الذنب، قال: الخير هل علي؟ وكأنه يعني سيل جارف جاءني. نعم، أنت الذي تمنع رزقك، والله يزديد العقاب والمنع، عسى أن تفهم. لا، أنت مصغر إشي، مصغر. الصحابة كانوا يروا الذنب كأنه جبل جاثم على صدورهم، ويرى الحسنة قليلة فيكثر من الحسنات، ولا يمن على الله بحسناتهم. لا تمن على الله أنك بتستغفر، قل الحمد لله الله الذي هداني للاستغفار، والحمد لله الذي هداني. أنت مكلف في هذه الدنيا، ووعدك الله إذا أقمت التكليف، حق التكليف، يعني أنت إذا كنت مهندس فأنت مكلف أن تكون مهندس أمين، مش سراق ولا عقلك في بجمع المال والهكذا، لكن مهندس قد يغنيك الله، والدنيا تحت أقدامك مش في قلبك، مش عمال تغش وتسرق وكذا وعشان الشهرة وعشان جمع المال، لا. والله تكفل لك برزقك، من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. والداعي يدعو في سبيل الله لا يبغي الشهرة ولا يبغي الشيء، يبغي أن هذه الأمة يرفع الله من قدرها ومقامها. والله لا إن تبنى سترى يوما ما إن شاء الله قريب، عسى أن يكون قريب، إن موعد أمة الكفر الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لكن هناك ستكون مطحنة لكثير من المسلمين الذين لم يمتثلوا لأوامر الله.
سترى انهم نظفهم الله. فتوبوا اخوتي الى الله، الله قريب. الله وكلنا كل واحد في موقعه، المهندس في موقعه، الطبيب في موقعه، الداعية في موقعه، الشيخ في موقعه، الامام في موقعه، مش عشان يقول انا افضلكم ولا انا احسنكم. الله كلفك، فقم بافضل طريق، انك انت تؤدي الاماني، انك انت تنصح الناس، انك تكون خير امه اخرجت للناس، تريد الخير لهذه الامه، لا تريد فقط انك انا وانا. فمن جمال الاستغفار ان الله يخرجك من دائره اللهث تحت الاقدام والانبطاح تحت الاقدام، تتملق الناس الى ان الله يرزقك من حيث لا تحتسب، عشان ما تعود تنتبه للناس، تحترم الناس بمواقعها. نعم، تحب الناس يعني المسلمين، ولكن لا تتملق الناس، يعني ما لا تقبل الاقدام عشان تظن ان رزقك عندهم. هذا هو جمال الاستغفار، رزق من حيث لا تحتسب. فتوقن يقينا ان الرزق في السماء، ورزقكم في السماء وما توعدون هو من عند الله، وليس من عند وظيفتك ولا من شهرتك ولا من شغلك، وان بدا لك هذا الامر هكذا هو. هذه اسباب، قرص الدواء سبب، الدكتور الطبيب سبب، ولكن الله يشفي، يشفي فلان ولا يشفي علان، مع انه اخذوا نفس الدواء، ذاك مات وذاك عاش. الله شفى فلان في نفس الدواء ولم ينفع فلان في نفس الدواء. فخلينا احنا نعرف انه الاستغفار عظيم جدا جدا، بفهمك، بفهمك انك تكون انسان محب وليس حاقد ولا حاسد، وتكون من عباد الله المخلصين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وحياكم الله بياكم. الزموا الاستغفار، فوالله قد يعوضكم الله بالاستغفار، سنتين استغفار، لأن احنا سنستغفر الى ان نلقى الله، لكن سنتين من الاستغفار قد يعوضك الله 50 سنة الى الخلف، قد يعوضك الله 50 سنة الى الخلف. لا تستعجل، الله يريدك ان تنعجن وتنجبل في هذا الاستغفار، ويبقى الاستغفار لسانك الذاكر، فلا تذهب والحوقلة وتبدأ. ما قلت لك لا تحوقل ولا قلت لك، لكن الاستغفار لا تتركه أبدا أبدا، لأن هذه قمة العبودية الاستغفار. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أكثروا أكثروا أكثروا، وكن محب لهذه الأمة، كن محب، لا تحقد على جارك ولا قريبك ولا عمك ولا خالك ولا أي واحد لم يشتري من عندك، ولو حتى لو لم يشغلك، فأمرك عند الله. ثم لا تعظم الأشخاص، والشخص لا يظن به بنفسه إنه إله. أنا لا أظن بنفسي ولا أي شيء ولا شيء، لأن أشركت ونسبت أي فضل حرف من الذي قلته لنفسي سيمحى الله القناة كلها. نعم، وإن تتولوا يستبدل الله قوما غيركم ولا تكونوا أمثالكم. فنحن إحنا المسلمين عنا حب إن يعني فلان الفلان هكذا هو الذي يفعل، وهذا الشرك بعينه. إحنا مكلفين يا أخي الكريم، إن كان قائد وإن كان مين ما يكون يكون، إحنا مكلفون، علينا تكليف، يعني علينا شغل نشتغله ونشوف إذا الله قبله. إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت مكلف، إن رضي إن قبل الله منك هذا الذي عملته، يا الله هنيئا لك، لكن لربما تعمل 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 ولا يقبل الله منك ولا أي شيء. نعم، فخلينا نعرف نتعامل مع الله، عشان هيك الاستغفار جاء لك برزق من حيث لا تحتسب، عشان تعرف أنه ليس اللهث وراء هذه الدنيا هو الذي يأتي بالأرزاق، لكنك أنت مأمور أنك تذهب إلى العمل وتؤدي الأمانة وتعمل بكل إخلاص، ولا تأخذ الربا ولا تأخذ الرشاوي ولا تأخذ أي شيء، وتعطي المعلم الشغل حقه في عملك، وتذهب إلى البيت تأكل الحلال عشان الله يستجيب لك بالحلال، ورزقك يبقى من عند الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعكم. نعم، هناك 10,000 التعليقات، الرزق من حيث لا تحتسب، ونحن مأمورين أن نذهب إلى شغلنا، إن كنت طبيب، كنت مدرس، إن كنت كذا. وكان الاستغفار دائما، الاستغفار دائما كان هو المحطة التي تفتح الطريق إلى 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 معرفة الله، إلى الرزق، الاستغفار. نعم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.